فدوى، السلام عليكم، شلونك مقدمتين؟ اهلا وسهلا، احنا زينين اذا انتم زينين. فدوى اروح لك، الله يحفظك. فدوى اروح لك، عندي مشكله بالنفوس، اسهل ما يكون بس اقابلك مثل ذيك المره. انت منو جنابك؟ اني نوال حسين، اخت الشهيد. نوال حسين؟ اي اخت الشهيد، وسهيله حسين، اخت الشهيد خالد حسين. خالد حسين. انت جيتي حضرتي قابلتينا بمقر العام؟ اي والله، اي والله، الله يحفظك، سهلت امري، الله يحفظك. احنا بخدمتكم. فدوى اروح لك. شنو اللي تريديه هسه؟ هسه فدوى اروح لك، لازم اقابلك واشرح لك الموضوع. تجين يوم غد اهلا تجين يوم غد واهلا وسهلا ومرحبا. ابواب الشؤون الداخليه ببغداد والمحافظات وابواب وزاره الداخليه مفتوحه امام الجميع. لا يمك يمك اريد. اي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يوم غد الساعة 9 الصبح تجيني المقر الشؤون من جهة ملعب الشعب، نفس المكان اللي جيتي. اي نفس المكان اللي جيتك بيه، دزيت لنا سيارة. اهلا وسهلا. فدوى اروح لك. اهلا نوال حسين وسهيلة حسين. اهلا وسهلا. كتبت نوال حسين وسهيلة حسين. موجود الاسم واحنا بخدمتكم. خادم ربك، الله يحفظك. الله يسلمك. الله عليك. الله يحفظك. الله ينصرك على اعدائك. الله اكبر. رحم الله والديك، ممنونين. فدوى اروح لك من عمري على عمرك. الله يسلمك، هذا واجبنا، احنا ما متفضلين على احد، هذا واجبنا، هذا واجبنا. لا والله، هذا الدعاء، الدعاء اذا تسمحي لي، هذا الدعاء للسيد وزير الداخليه المحترم اللي هو دائما يوصي بتقديم الخدمه لكم. فضلك لكلكم، انا فضلك ما انثار طول حياتي. شكرا لك امي العزيزه، انتم الله عليك يحفظك الحسين المظلوم، رحم الله والديك، يستر عليك، سلام الله على الجميع. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر. الو شؤون. طبعا بالتاكيد احنا هذا الكلام يثلج القلب، يعني اليوم احنا بدنا نقدم هذه الخدمه من وزاره الداخليه، غايتنا الوحيده انه رضاء المواطن وتقديم الخدمة إلى بصورة حقيقية. إحنا اليوم هذا الإعلان برنامج مباشر مو تسجيل، وخدمتنا حقيقية بتلبية احتياج المواطن والعمل على حل قضيته. إن شاء الله نكون موفقين بتقديم هذه الخدمة. هاي توجيهات المراجع في وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم. إحنا كذلك يعني حتى لا نبخس حق الإخوان في كادر مؤسسة الفرات، اليوم قناة الفرات هي جزء من الحل بالتعاون مع وزارة الداخلية بتقديم هذه البرامج الخدمية اللي توصل صوت المواطن وصوت المنتسب وصوت الضابط. كذلك نأكد من خلال برنامجنا أنه بإمكان أي مواطن يراجعنا إلى مقر الوزارة، أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع، ونستقبل أي مواطن ونعمل على حل مشكلته إن شاء الله ضمن السياقات والتوجيهات من المراجع.